العنوان صادم في ترندنا الثالث، رواتب متذوقين القهوة كم تتوقعون؟ خلونا نشوف. أبو آدم، كم ممكن يكون راتب المتذوق؟ كل واحد ولسان. لا جد. حسب طبعاً، برضه ممكن يكون في الشركات الكبيرة رواتبهم عالية طبعاً، لأنه في النهاية التذوق هذا هو مربوط بكميات البن اللي هيشتروه، فأكيد رواتبه عالية. ما عندي رقم معين، بس أقل شيء فوق 50,000 ريال والله أعلم. بس غير كذا ممكن يأمنوا على حواسهم، يعني زي ما سمعنا فيه شركة مأمنة ب$10 مليون على لسان المتذوق حقهم، لأنه أكيد بيشتري لهم كل سنة مدري بكم مليون دولار. يعطيك العافية. إذن كما قال أنه يعني يتذوق القهوة، الحد الأدنى 50,000 ريال يعني، وبعدين الشربة غريبة يعني يشرب بملعقة، لكن على الأقل أنا أتذوق يانسون ولكني لا أتذوق قهوة، لكني لا أحصل حتى على 50 ريال.